السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذا الدرس الجديد. إن شاء الله في هذا الدرس سنتطرق إلى طريقة حذف الأسماء والإيميلات على الفيسبوك المحفوظة على الكمبيوتر. مثلا عندما نقوم بالدخول إلى حسابنا على الفيسبوك أو المتصفح الخاص بنا، تقوم بالنقر هنا، تظهر لك مجموعة هنا من الأسماء وكذلك الإيميلات الخاصة بك. تريد أن تقوم بحذف هذه الأخيرة لكن لا تعرف الطريقة. إن شاء الله في هذا الدرس سأريكم الطريقة، سهلة جدا. كل ما عليك فعله هو أن مثلا سأقوم بوضع الماوس هنا كما ترون، تقوم بوضع الماوس على الإيميل أو الاسم أو شيء من هذا القبيل، سأقوم بوضعه على هذا الإيميل، ثم تقوم بالنقر على Shift زائد Delete كما ترون هنا قد تم حذف الاسم. نقوم بمرة أخرى بنفس العمل، نقوم بالنقر على Shift زائد Delete، ثم نفس العملية هنا Shift كما ترون Shift زائد Delete كما ترون، تقوم بنفس العملية Shift Delete ثم مرة أخرى Shift Delete مرة أخرى Shift Delete مرة أخرى كذلك مرة أخرى كذلك نفس الشيء. جيد، وبهذا تكون قد قمت بحذف هذا الأخير من المتصفح الخاص بك. فالطريقة بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التي قمت بها في هذا الدرس، وإن شاء الله ستتخلص من جميع الكلمات كما ترون هنا. عندما تقوم بالنقر مرة أخرى تجد فلا تظهر لك تلك الأشياء التي أو الإيميلات أو الأسماء التي قمت بتسجيلها على المتصفح الخاص بك. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الشرح، إلى شروحات قادمة إن شاء الله.